توليه منصبه الجديد كان ليا الحظ بان التقيت بمعاليه وايضا تشرف صباح اليوم بان استقبله السيد الرئيس خلال مباحثاتنا المنفرده ومباحثاتنا الموسعه كان هناك تاكيد من قبل الجانبين على وجود إرادة سياسية قوية للارتقاء بالعلاقة والعمل المشترك سواء في المجال الثنائي أو في إطار الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار في الإطار الإقليمي بالتأكيد أن العلاقات المصرية التركية لها جذور عميقة حضارية وفيما بين الشعبين في كل منحة هناك ما يذكرنا بهذه العلاقة والاعتزاز بها وأتصور أنه كانت دائما كلما كانت علاقة قوية وعلاقة إيجابية كلما كانت هناك فائدة مشتركة للجانبين وأيضا كانت هناك عوائد إيجابية فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار في منطقه في المنطقه الاقليميه التي نعيش فيها طبعا التطورات الخاصه بغزه استحوذت على قدر كبير من الحديث فيما بيننا وهناك رؤيه مشتركه في بيننا حول اهميه العمل على تجاوز الاثار الانسانيه البالغه الخطوره التي تقع على الشعب الفلسطيني في غزه اهميه احتواء هذا الصراع واهميه الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي الانساني واحترام عدم استهداف او تعرض المدنيين للخطر من اي جانب هذه مبادئ ونحن ننتهك سياسه قائمه على المبادئ بشكل ليس فيه اي ازدواجيه او تفرقه في اطار تطبيق الاحكام. سوف نستمر في العمل بكل جهد لتناول البعد الانساني المتدهور القائم وان نسهم في بعد احتواء هذه الازمه. في اطار انهاء الاحتلال واقامه الدوله الفلسطينيه على خطوط 67 وتكون عاصمتها القدس الشرقيه. بالتاكيد انه استمرار الاحتلال وعدم وجود الافاق السياسيه بيزيد من صعوبه وتفاقم الامر وشهدنا في الماضي الاضطرابات وال صراع وتصاعده وانزلاقه نحو الاعمال العسكريه وكل ذلك على ارضيه عدم تحقيق الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني. تناولنا ايضا عديد من القضايا الاقليميه ذات الاهتمام المشترك سواء كانت تحقيق الاستقرار في شرق المتوسط والاستفاده الكامله من الموارد الاوضاع في ليبيا في سوريا في العراق قضايا المياه وكان هناك اهتمام ورغبه بان نعمل سويا من اجل الوصول الى ما يحقق المصلحه الثنائيه فيما بيننا ولكن ما يحقق ايضا مصلحه شركائنا ويؤدي الى تركيز جهودنا حول التنمية حول توفير المناخ الملائم لخدمة شعوبنا بشكل يحقق لهم الازدهار والرفاهية سوف نكثف تواصلنا والحمد لله خلال المرحلة الماضية تم بالفعل تكثيف الاتصالات على المستوى الوزاري وتبادل الزيارات في فترة وجيزة كل ذلك للزخم الذي تحقق من خلال اللقاءين اللذين جمع فخامة الرئيس السيسي بفخامة الرئيس أردوغان وكانت التوجيهات وما أكد عليه فخامة الرئيس السيسي صباح اليوم هو العمل بكل صدق وبكل أمانة لتحقيق مصلحه مشتركه بناء على علاقه دائما كانت وثيقه والسعي لان تكون لدينا رؤى مشتركه حول كيفيه معالجه التحديات المشتركه والازمات برحب بمعالي الوزير واتمنى له اقامه طيبه وسعيده في القاهره وتطلع الى المناسبات القادمه التي نجتمع خلالها وكانت جلسه مباحثات اعتبرها مثمره جدا وضعت اسس لمواصله الاتصالات فيما بيننا على مختلف المستويات لتعامل مع قضايا اتفقنا على اننا تعاوننا حولها سوف ياتي بثمار ايجابيه بتحقق مصالحنا ومصالح الاستقرار شكرا جزيلا تفضل